نشرة الأخبار من الميادين نبدأها بالعناوين. السلطات الصينية تعلن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد كورونا وبدء الاختبارات السريرية عليه الشهر المقبل. واشنطن تهدد بتدابير إضافية للدفاع عن قواتها في العراق، ومصادر تؤكد للميادين توزيع الجيش الأمريكي لجنوده بين قاعدة عين الأسد وقواعد أخرى. المحكمة العسكرية في لبنان تسقط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري المعروف باسم جزار الخيام. غانتس يتعهد تأليف حكومة شاملة ويطالب بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة. الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات التحالف في سماء الجوف، والمجلس الانتقالي يتهم السعودية بالانحياز لحزب الإصلاح في عدن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت بكين عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا، وأن الاختبارات السريرية عليه ستبدأ في نيسان أبريل المقبل، في وقت تعمل فيه 30 دولة حول العالم على إيجاد لقاح لكورونا. تعمل واشنطن على إغراء شركة ألمانية تطور لقاحا لكورونا على الانتقال للولايات المتحدة وإعطائها اللقاح حصريا. هذا تقرير لمريم عثمان. 30 دولة حول العالم تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا في ظل التفشي الذي يشهده في معظم هذه الدول. بكين تعلن عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد الفيروس يعمل عليه الأطباء في شنغهاي، على أن تبدأ الاختبارات السريرية عليه في نيسان أبريل المقبل. تنافس أمريكي ألماني مبطن على إيجاد لقاح للفيروس يبرز أيضا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إغراء شركة ألمانية تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا على الانتقال إلى الولايات المتحدة بعرضه مبلغا يصل إلى مليار دولار. هذا ما نقلته صحيفة فيلت أم زونتاك الألمانية عن مصادر حكومية. الصحيفة قالت إن ترامب يفعل كل ما بوسعه لإقناع شركة كورفاك الألمانية العاملة في تيوبينغن جنوب ألمانيا بالانتقال إلى أمريكا من أجل الحصول على اللقاح على نحو حصري للولايات المتحدة فقط. الحكومة الألمانية تسعى جاهدة لمنع إتمام مساعي ترامب بحسب الصحيفة أيضا، بطرحها عروضا منافسة تقنع الشركة الألمانية بالبقاء، مشددة على أنه لا يجوز لأي دولة أن تحتكر لقاحا للفيروس في المستقبل. شركة كورفاك ردت على ما سربته صحيفة بيلد أم زونتاك، وأكدت على تويتر أنها تركز جهودها على تطوير لقاح لفيروس كورونا لمساعدة الناس والمرضى وحمايتهم في جميع أنحاء العالم، رافضة أي عروض للاستحواذ عليها وعلى تقنيتها. بعد الصين وألمانيا وإيران التي أعلنت أن خبراءها يعملون على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، تعمل أمريكا على طرح أول جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا اليوم، إذ نقلت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية عن مسؤول حكومي أمريكي أن منشأة أبحاث كايزر ستطرح اللقاح التجريبي في واشنطن. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التحقق من فعالية أي لقاح محتمل لفيروس كورونا ستستغرق من عام إلى عام ونصف عام. إيطاليا صاحبة أعلى معدل إصابات بالكورونا في العالم حاليا، كيف يتعامل شعبها مع الأزمة التي يمر بها؟ هبة محمود معها التفاصيل. في مشهدية لا يمكن إلا أن تسقط على الوضع في إيطاليا، تنتشر مقاطع مصورة لليلة ظلماء في المدن الإيطالية. أسدل نهار هذه الليلة على أعلى رقم قياسي من الوفيات في إيطاليا، بلغ 368 شخصا خلال 24 ساعة فقط. وفي رمزية تكاد تطابق الواقع، يحاول الناس المحتجزون في منازلهم إضاءة بارقة أمل عبر التقائهم في عزلتهم عبر النوافذ والشرفات لتوجيه الأضواء ودعم بعضهم بعضا نفسيا ومعنويا. لا شك أن الأزمتين النفسية والصحية على الإيطاليين في منتهى الصعوبة، ولا سيما في ظل الحديث عن ضعف الإمكانات الطبية
ولكن الإيطاليين المحرومين حاليا التجمع أو النزول إلى الشوارع ينجحون في الاحتيال على حجرهم الصحي لتخرج يوميا مقاطع مصورة لغناء النشيد الوطني أو العزف على الآلات الموسيقية والرقص والتصفيق للأطباء والممرضات من النوافذ والشرفات. هذه المحاولات الإيجابية تواجه أخبارا صعبة الاحتمال، فهذا رجل يتصفح جريدة إيطالية ويعد صفحات الوفيات في منطقته. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8 9 و10 una semplice influenza. كل ما تفعله إيطاليا هو محاولة لعدم زيادة عدد صفحات النعي في الجرائد، فهذه الدولة الأوروبية تحولت بسرعة قصوى إلى بؤرة المرض في أوروبا. لا سفر في المطارات، ولا بشر في الشوارع، ولا مطاعم، ولا سياحة. هنا في مدن الموسيقى والطعام والحب، كل شيء متجمد عند وضعية قيد الانتظار. وينضم إلينا من بافيا من شمال إيطاليا عضو في خلية مواجهة فيروس كورونا في جامعة بافيا الإيطالية البروفيسور حسين جلوس. أهلا بك بروفيسور حسين. هذه الإجراءات المشددة التي اتخذتها الجهات المعنية في إيطاليا للحد من انتشار هذا الفيروس، هل نجحت في السيطرة عليه أم أن الفيروس ما زال يسبق هذه الإجراءات بخطوات؟ أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين الكرام. يمكن القول أن إيطاليا أصبحت من بين دول العالم التي قامت بتشخيص أكبر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، طبعا خارج الصين، حيث هي الآن في المرتبة الثانية. الأرقام في حالة تغيير دائم للأسف، ومائلة طبعا إلى الارتفاع والتصاعد، لكن هذه الأرقام رغم ارتفاعها يجب أن نقرأها أيضا من الناحية العلمية ومن الواقع الإيطالي بالخاص. نعم. بلغ عدد الإصابات حتى الآن أكثر من 25 ألف إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة. الإشارة هنا إن الوفيات كلها تعود إلى أشخاص في سن مرتفعة، أي أشخاص مصابون بأمراض مزمنة وتدني في الدفاعات الجسدية. ذلك الآن المعهد العالي للصحة يشكك في هذه الوفيات، في أسباب هذه الوفيات. بالفعل معدل الوفيات هنا، معدل عمر الوفيات هو 80 سنة، يعني معظمهم مسنين. وتسجل الإصابات تقريبا في كل القطاعات الإيطالية وبنسبة متفاوتة. ولا تزال حالة التفشي حتى الآن هي أكثر في شمال البلاد. يمكن القول أن الشعب الإيطالي هو شعب معمر ونسبة المسنين مرتفعة كثيرا، لذلك ارتفع أعداد الإصابات والوفيات. ولكن يجب أيضا القول أن هذا المرض ليس فقط في إيطاليا ولكن في جميع دول العالم. هو مرض يمكن السيطرة عليه، يعني سيأتي الوقت الذي نقول فيه أننا تمكنا من أن نحتوي، ليس أن نفي ولكن من أن نحتوي المرض ونمنع من كثرة انتشاره. لأن من بين 100 مريض تقريبا 80 يتعافون تلقائيا ويشفون دون عواقب. 15% ممكن أن يعانوا من مشاكل خطيرة، ولكن أيضا يمكن معالجتهم في بيئة صحية تامة. فقط 5% منهم هم في حالة خطرة ويتواجدون في غرف العناية الفائقة، وللأسف 3 إلى 4% يلقون حتفهم، مع العلم أن جميع الأشخاص كما قلنا في البدء يموتون مسبقا بسبب أمراض يعانون منها مسبقا ومن ظروف صحية خطيرة. طيب دكتور، الفريق الطبي أو الخبراء الذين وصلوا من الصين إلى إيطاليا، ماذا عن طبيعة الإجراءات التي اتخذت؟ هل أغنت أو ساعدت على الحد من انتشار هذا الفيروس، على اعتبار أن الصين صاحبة تجربة أكبر في قضية احتواء هذا الفيروس؟ صحيح صحيح.
لنقل أن المحاولة المسيطرة على الفيروس في إيطاليا نجحت في مبادرة مثلا في مكان انتشار الفيروس، البؤرة التي انتشر منها في مدينة كودونيو حيث انطلقت الشرارة الأولى. هذه المدينة مع 4-5 مدن جانبية وضع عليها الحظر الكامل، عدم الدخول وعدم الخروج لمدة 15 يوما، وعندما انتهت هذه الفترة تبين أنه ليس هناك تسجيل لأي إصابة جديدة. يعني طريقة الحظر مهمة جدا في هذه الحالة. الأصدقاء الصينيين الذين توافدوا ونشكرهم جدا لأنهم قدموا مساعدة كبيرة، هم أيضا يوصون بهذه الطريقة لأنهم اتبعوها هم أيضا في محافظة ويهان وفي المقاطعة الكبرى، لأنهم أجروا الحظر على مقاطعة عدد سكانها 1 مليون نسمة، وبعد 30 يوما تمكنوا من تسجيل أدنى نسبة للإصابات في هذه المحافظة في هذه المقاطعة. يعني اليوم في الصين تسجل كل يوم 2-3-4 الماكسيموم إصابات في هذه المقاطعة، مما يدل على أن هذه الإجراءات جيدة جدا، وهم يحثون الإيطاليين على هذه الإجراءات. طبعا لقد حملوا معهم أيضا كثير من المواد التي تساعد في مواجهة الأزمة الحالية، ونوجه لهم الشكر لأن إرشاداتهم مهمة جدا خصوصا فيما يخص حاليا مسألة اللقاح الذي يبدو أنه بإذن الله قريب إن شاء الله. إن شاء الله. عضو في خلية مواجهة فيروس كورونا في جامعة بافيا الإيطالية من بافيا البروفيسور حسين جلوس، شكرا جزيلا لك. دعت الصين إلى رفع العقوبات فورا عن إيران التي تواجه فيروس كورونا. المتحدث باسم الخارجية الصينية قال إن حكومة إيران وشعبها يكافحان بلية، وقد دخلت هذه المواجهة مرحلة حاسمة، لافتا إلى أن إبقاء العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران خلال هذه الفترة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. إنها فترة حاسمة بالنسبة إلى الحكومة والشعب الإيرانيين لمحاربة وباء كورونا. استمرار العقوبات من جانب الولايات المتحدة عليهما سيؤدي إلى تفاقم الأمور، وهذا غير إنساني، وسيؤثر على نحو خطر في محاربة إيران للوباء وفي استمرار المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إيران. لذا نحث واشنطن على رفع العقوبات عن إيران على الفور للسيطرة على الفيروس وتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد الإيراني وتوفير سبل العيش الأساسية للشعب. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين إلى عدم الخروج من المنازل حتى تخطي هذه المرحلة الحالية. وخلال اجتماع للهيئة الوطنية لإدارة ومواجهة كورونا، أكد روحاني أن وزارتي الصحة والداخلية ستكونان حاضرتين لمنع انتشار فيروس كورونا. نطالب الناس بعدم الخروج من منازلهم أو السفر قدر المستطاع، وبالتعاون مع الطواقم الصحية. القوات المسلحة حاضرة في الساحة للدفاع عن المواطنين في مواجهة كورونا، والحكومة لن تأخذ عطلة لمناسبة عيد النوروز، وسنعمل في مكاتبنا مع بقاء المواطنين في منازلهم. في نهاية هذا العام نرجو تسجيل نجاح في السيطرة على كورونا عبر تعاون الشعب مع الحكومة. قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أكد وضع القوات البرية في حرس الثورة نحو 30 مستشفى ثابتا وميدانيا في مختلف أنحاء البلاد تحت إشراف الهيئة الوطنية لمواجهة كورونا، وأضاف أن القوات البحرية وضعت 8 مستشفيات أيضا، كما أعلن تجهيز نحو 400 مركز لخدمة المواطنين. مستشفى بقية الله التابع لحرس الثورة يضم أكبر عدد من الأسرة للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، وهو يتولى معالجتهم، كما يمتلك أحد أكبر المختبرات أيضا. لقد تضاعف عدد الأسرة في قسم العناية من 30 سريرا إلى 70، وسيرتفع قريبا إلى 100. كذلك يمتلك المستشفى مركزا صحيا يضم 1000 سرير خاصا للمرضى بعد خروجهم منه. حذر وزير الصحة اللبناني أحمد حسن من أن لبنان أمام أسبوعين هما الأخطر فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا. وفي مؤتمر صحفي راهن حمد على القدرة على استيعاب الحالات المصابة، داعيا إلى تضافر كل الجهود وإلى ضرورة وجود تعاون أممي حقيقي.
الوزير اللبناني دعا إلى صندوق رديف لصندوق مكافحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بإجراء فحص الفيروس مجانا لمن لديه عوارض. أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في اليمن إغلاق المنافذ البرية كافة أمام جميع المسافرين باستثناء البضائع والشحن ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين، وفي خطة لمنع انتشار فيروس كورونا التي جاء ضمنها تعليق الدراسة والامتحانات في جميع المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس والجامعات حتى إشعار آخر. نحمل دول العدوان وعملائهم والخطوط الجوية اليمنية المسؤولية الكاملة في السعي الى تفشي وباء كورونا لدينا هنا، وذلك عبر مضاعفة عدد الرحلات، بينما العالم كله كما ترون يقوم بإغلاق المطارات ويمنع الرحلات، والخطوط الجوية اليمنية تضاعف الرحلات. لابد ان نخبر شعبنا اليمني العظيم ان هذه الإجراءات الاحترازية انما هي تأتي من ضمن الإجراءات الدولية، فالدول بأكملها اتخذت إجراءات كبيرة جدا، ونعلن أن اليمن لا تزال إلى هذه اللحظة خالية من وباء كورونا، لكن لابد من تضافر الجهود، ولابد على المجتمع اليمني والشعب اليمني أن يعمل على الوقاية من وصول هذا المرض. وفي ملف آخر، حيث علمت الميادين من مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي يوزع معداته وينقل جنوده وعددا من آلياته بين قواعد عين الأسد وكيوان وحرير. إلى ذلك هدد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بأن بلاده ستتخذ تدابير إضافية للدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم في العراق. بيان للخارجية أشار أن بومبيو تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حيث شدد على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي. هذا وتبحر حاملتا طائرات أمريكيتان نحو الشرق الأوسط، إضافة إلى قوة كبيرة من قوات المارينز وبطاريات الباتريوت التي سيجري نشرها في العراق. موقع بريكينج ديفنز أشار إلى أن هذه التعزيزات هي رد على الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي، وتأتي ضمن الجهود الأمريكية لزيادة الرقابة على إيران. وأضاف الموقع نقلا عن قائد القيادة المركزية الأمريكية جنرال ماكنزي قوله أن وزير الدفاع الأمريكي صادق على تحريك حاملتي الطائرات إيزنهاور وترومان، وأن واشنطن ستحتفظ بهما لبعض الوقت في المنطقة. ومعنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. اهلا بك عبد الله. هذه القوات التي تحركها امريكا نحو المنطقه ونحو العراق، هل هي بتنسيق عال مع الحكومه العراقيه والحكومه العراقيه على علم بعدد القوات وعدد الاليات وعدد الجنود الذين سيدخلون ربما البلاد؟ ليس هناك من طبعا دليل قاطع على اطلاع الحكومة العراقية محمد على كل تفاصيل حركة ووجود وكذلك تسليح الوجود الأمريكي في الداخل العراقي. هناك تنسيق ما بين الجانبين بحكم الاتفاق بينهما بعد العام 2014 ودخول داعش ومذكرات الطلب العراقية لإدخال قوات التحالف إلى المواقع العراقية والمشاركة في تقديم الدعم والمشورة. لكن طبعا هناك أكثر من معلومة ومن مطلعين، سواء من تنفيذيين أو من أعضاء في مجلس النواب من المطلعين بحكم وجودهم في لجنة الأمن والدفاع النيابية، من أن بغداد لا اطلاع كامل لديها ولا سيطرة كاملة لديها على الأجواء العراقية أو على حركة الجيش الأمريكي. ربما هناك تعويل رسمي عراقي على أن من هو داخل العراق ليس فقط الجيش الأمريكي، وبالتالي قد يستشعر المسؤول العراقي طمأنينة أن القوات هي قوات تحالف دولي ولا يمكن لخطوة أحادية أن تقوم بها واشنطن. لكن التجربة خلال الأيام الماضية أثبتت أن للجانب الأمريكي طبعا صلاحيات واسعة يتمتع بها ويقوم بتنفيذها، بعضها ربما بتنسيق أو بإخبار أو بإشعار للجانب العراقي، والبعض الآخر لا علم لبغداد به. وبالتالي فالحركة الأمريكية أحيانا تكون عبر دخول مواقع عسكرية هي المطار العسكري المحاذي لمطار بغداد، أو بتحديد الهبوط في قاعدة عين الأسد على اعتبار أنها القاعدة الاستراتيجية الأكبر في العراق
والتي يتمركز فيها الوجود العسكري الأمريكي. المعلومات تفيد محمد أن الجيش الأمريكي، معلومات الميادين الخاصة تفيد أن الجيش الأمريكي بالفعل لديه عمليات نقل تتم حتى هذه الأثناء من عدد من المواقع إلى قاعدة عين الأسد وقاعدة كيوان وقاعدة حرير. بالرصد لخارطة انتشار هذه القواعد، هي في إقليم كردستان العراق واحدة، والثانية في كركوك عند المناطق المشتركة أو المتنازع عليها وفق التوصيف، يعني في المناطق ما بين حدود الإقليم وبقية المحافظات العراقية في كركوك، والثالثة هي في أهم قواعد العراق وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وبالتالي هناك مع هذه الحركة، مع الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي وكذلك الموقف الأمريكي الذي أعلن في خلال هذا الاتصال، يمكن أن يكون يعني المستقبل مقبل على أي تحرك أمريكي وارد. وبالتالي تحاول هذه الفصائل محمد أن تثبت أن لا علاقة لها. هناك نقطة مهمة محمد، عندما تم اتهام كتائب حزب الله بأنها نفذت هذا القصف، في القصف الأول كانت الكتائب قد باركت القصف لكنها ضمنت البيان ما يؤكد أن لا علاقة لها به، وهي يعني طبعا باركت هذا البيان وأكدت لا علاقة لها به، وبعد ذلك نفذ العدوان على مواقع لها ومواقع للحشد الشعبي العراقي ومواقع للجيش العراقي ومواقع مدنية كالمطار. تلا ذلك قصف آخر، في القصف الآخر تغيرت الرواية الأمريكية، الأمريكيون نفذوا القصف واستهدفوا المواقع العسكرية العراقية، الجيش ومواقع الحشد الشعبي بناء على معلومات تفيد أن الكتائب هي من تورطت بالقصف. وبعد ذلك فوجئ الجميع بالرواية الأمريكية الجديدة وهي اتهام فصيل آخر، والحديث عن ضابط عراقي ساهم أو يعني كان جزءا من خطة استهداف الجناح الأمريكي. هناك تخوف أو من يضع في الحسابات أن يكون هناك افتعال أو أن يكون هناك تحرك مصطنع يتم استغلاله، لأن تقدير الموقف لدى هذه الفصائل منذ فترة طويلة أن هذا الوجود الأمريكي مع هذا التعزيزات، مع الانتقال من مواقع فرعية كالتاجي، من القيارة، من بلد باتجاه مواقع أكبر، مع استخدام قطعات وقطعات للمنطقة وكذلك إبحار حاملات الطائرات باتجاه المنطقة، يمكن أن يكون إشارة أو نذير لتحرك قد يستهدف الوضع في الداخل العراقي، خصوصا مع الانشغال بالأزمة السياسية التي لم تنتهي بعد وكذلك أزمة التظاهرات والجو المحتقن أصلا، وفي ظل الانشغال العالمي الكامل بأزمة كورونا. واضح، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين عبد الله بدراني. في شأن آخر، حيث قررت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان إسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري المعروف باسم جزار الخيام. قرار المحكمة أتى على شكل قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه. وينضم إلينا من بيروت مراسل الميادين عباس الصباغ. عباس، هل من معلومات أكثر حول إسقاط التهم عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري؟ نعم محمد، يعني القضاء العسكري اللبناني أصدر قرارا بإسقاط هذه التهم بمرور الزمن العشري، أي مرور 10 سنوات على افتراق الجرائم التي ادعت فيها المحكمة العسكرية على العميل الموقوف عامر الفاخوري. وبالتالي فإن العميل الفاخوري أصبح خارج المحاكمة من هذه التهم، إلا أن تهما أخرى ستواجهه وهي الدعاوى التي أقامها الأسرى المحررون على الفاخوري أمام القضاء العادي، أي وليس أمام القضاء العسكري، لكن التهم هي ذاتها الجرائم التي لوحق بها الفاخوري أمام القضاء العسكري. وفي القانون اللبناني يعني إذا كان هناك سبق ادعاء وإصدار حكم، فإن القضاء المحكمة الأخرى ستنظر إلى هذه القضية وتتبع الأسلوب الذي اتبعه القضاء الآخر الذي سبق وحكم في هذه القضية. وبالتالي يعني أمام القضاء العادي هناك احتمال ضئيل جدا أن يجرم العميل الفاخوري. بحسب ما علمنا من مصادر قضائية رفيعة في لبنان بأن هذا القرار الذي صدر استند إلى حيثيات قانونية كثيرة، لكن الأبرز في هذا القرار بأن الفاخوري الذي اتهم بخطف وقتل الأسير علي حمزة في العام الذي اعتقل في العام 1985 ثم قتل تحت التعذيب، وهناك شهادة من أسيرين محررين قالا بأن العميل الفاخوري هو الذي يقف وراء مقتل أو استشهاد
عفوا استشهاد الأسير حمزي. المحكمة برأت الفاخوري من هذه التهمة لأن عميل آخر كان قد حكم بهذه التهمة عام 2001 وهو يوسف الحويك، وبالتالي رأت المحكمة بأن لا داعي لملاحقته. الأبرز محمد في هذه القضية التي لا تخلو من التدخلات بحسب ما قال لنا أكثر من أسير محرر، يعني إن كان نشاط السفيرة الأمريكية وجولتها، وأيضا قبول نقابة المحامين بتعيين محامية أمريكية للعميل الفاخوري، علما بأن نظام النقابة المحامين في لبنان لا يسمح بهذا الإجراء إلا في حالات التعامل بالمثل، والولايات المتحدة الأمريكية لا تعامل لبنان بالمثل، وبالتالي لم يكن على نقابة المحامين قبول تعيين وكيل الدفاع أمريكية عن الفاخوري الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية. الملاحظة الأخيرة محمد، أن المدعي العام العسكري أو مقود الحكومة لدى المحكمة العسكرية عندما أرسل له قرار القضاء العسكري للبدء به ترك القرار لقاضي التحقيق، وهو هذا ضمن صلاحياته، إما أن يقبل القرار وإما أن يستأنفه وإما أن يترك القرار لقاضي التحقيق، ففضل أن يترك القرار لقاضي التحقيق الذي أصر على قراره مستندا إلى حيثيات. القرار هو من 8 صفحات محمد، وفيه تعليل كثير قانوني، لكن في المجمل الأسرى المحررون الذين تحركوا يعني ودعوا إلى اعتصام أمام المحكمة العسكرية يستغربون هذا القرار ولا يستبعدون التدخل السياسي، وتحديدا من السفيرة الأمريكية في لبنان، كانت السفيرة الجديدة أو السفيرة السابقة إليزابيث ريتشارد، وأن قضية الفاخوري أثيرت في الكونغرس الأمريكي وفي أكثر من مكان، وبالتالي بات الفاخوري خارج المحاكمة من هذه التهم، وسيطلق سراحه ما لم يكن مطلوبا بقضية أخرى. نعم. طيب عباس، عوائل الشهداء الأسرى المحررون بعد قرار المحكمة العسكرية هذا، هل هناك الآن الدعوة للتحرك أو الاعتصام أو الاحتجاج؟ يعني هذا القرار من الناحية القانونية قابل للاستئناف والتمييز، لكن المحكمة العسكرية بطبيعة الحال ستعيد يعني النظر في التمييز أو في الاستئناف إذا ما تقدم المتضررون من إطلاق الفاخوري بدعوة. طبعا هناك دعوة أخرى محمد يجب أن نؤكد عليها، هي الدعوة التي قدمها الأسرى المحررون، وأن العميل الفاخوري امتنع 3 مرات عن الحضور، إن كان إلى المحكمة في النبطية في جنوب لبنان أو إلى قصر العدل في الشهر الفائت، وبالتالي لا تزال هذه المحاكمة قائمة، لكن بأن الفاخوري لن يكون موقوفا يمكن سوقه من منزله إلى المحاكمة، علما أنه كان يتذرع بالأسباب الطبية والمرضية، وكان هناك لجنة من أطباء شرعيين يعني وضعوا تقرير عن حالته الصحية، وبالتالي يعني نحن ننتظر القضاء العادي كيف سيتعامل مع هذه القضية والتي هي قضية وطنية بحسب ما يؤكد لنا الأسرى المحررون. أما فقط إشارة لنا عائلة الشهيد علي حمزي، وهو علي حمزي يعني الجرم المثبت الذي يحاكم أو كان يجب أن يحاكم به الفاخوري، استنكرت فاستغربت هذا الإجراء، ويعني تواصلنا مع هذه العائلة التي تقول حتى اللحظة لم يعرف مكان دفن جثة الشهيد علي حمزي، رغم مرور يعني 30 عاما على استشهاده، لا لدى الأمن العام ولا لدى مخابرات الجيش، يعني حصلنا على المذكرات التي أرسلت من مخابرات الجيش ومن الأمن العام إلى القضاء العسكري، وهناك تواريخ مثبتة قالت بأن هناك شخصان شاركا في قتل الموقوف أو عفوا الأسير حمزي، وأن عميلين أدليا بشهادتهما أمام القضاء العسكري وأمام وشهادات أمام مخابرات الجيش، لكنهما قالا إننا لا نعرف من قتل الأسير حمزي، ونعرف فقط بأن الفاخوري كان آمرا للسجن وأن العميل حويك هو من كان الأداة التنفيذية، وبالتالي تصبح الجريمة لدى يعني العميل الذي سبق وحكم بهذه القضية. مراسل الميادين من بيروت عباس الصباغ، شكرا جزيلا لك. هذه الأخبار مستمرة من الميادين، لكن بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم. أكد زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس أنه سيفعل كل ما في وسعه لتأليف حكومة شاملة وطنية في إسرائيل خلال أيام،
وفي كلمة متلفزة عقب تكليفه بتأليف الحكومة، طالب غانتس بتقديم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة والعدالة، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون في إسرائيل وفق تعبيره. معنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. أهلا بك ناصر. يوم أمس كانت الأخبار عن لقاء، أو تحدثت الأخبار عن لقاء مرتقب بين غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية. الآن تبدلت المواقف، هناك دعوة صريحة من غانتس لتقديم نتنياهو إلى العدالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، خصوصا وهو قد حصل على 61 مقعد. تحياتي محمد. بيني غانتس في أريحية من موقفه، نتنياهو في ضائقة، الأنشطة تشتد على عنقه. التصريحات من داخل إسرائيل تؤكد أن نتنياهو منذ 4 أيام يطلب لقاء شخصيا بينه وبين غانتس لتشكيل حكومة وحدة، وغانتس يرفض، وبالتالي لجأ الليكود في الساعات الأخيرة إلى الدعوة إلى التظاهر أمام رئيس الدولة العبرية وإلى الحملة السلبية ضد غانتس وأنه تحالف مع العرب، وهذا متوقع. هذه آخر ورقة بيد نتنياهو، الساعة الرملية بدأت تعمل ضد نتنياهو. إذا وصل غانتس على هذه الطريقة فإنه سيستطيع بسهولة وخلال أيام تشكيل حكومة وعرضها على الكنيسة ونيل الثقة وإخراج نتنياهو من حلبة السياسة كلها. أما فيما يتعلق بحكومة وحدة ما بينهم، أعتقد بأنه بعض التصريحات على الصفحات الشخصية تويتر وغيرها لقادة أزرق أبيض تؤكد أنه المقصود مع الليكود وليس مع نتنياهو، أي أن يتخلص الليكود من نتنياهو بعد ذلك يدخلوا إلى الحكومة. وطبعا هذا يحتاج إلى إعادة انتخابات داخلية في الليكود، والليكود لغاية الآن متمسك، ولديه نتنياهو لديه أتباع ولديه هتافين كثر في داخل الليكود. واضح، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين من بيت لحم ناصر اللحام. فلسطينيا أيضا تصدى شبان فلسطينيون بالحجارة لاقتحام قوات الاحتلال حي العساوية في القدس المحتلة، وقد اندلعت مواجهة وجرح خلالها عدد من الشبان، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في المنطقة. أضرب أضرب أضرب. أكد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد شتية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في طول كرم لمسافر عاد من بولندا، الأمر الذي يرفع العدد إلى 39 إصابة. شتية وفي مؤتمر صحفي قال إن الأسواق بدأت تستقر والمواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة. يضع مجموع ما تم فحصه أكثر من 2322 عينة، وهذه العينات جميعها ما عدا الحالة أمس جميع العينات بينت على أنه الأشخاص الذين تم فحصهم هم والحمد لله بصحة جيدة. هذا الأمر يعني أن لدينا 39 حالة، وكما ذكرنا أمس هناك 15 حالة من الذين تم فحصهم عمليا بدأوا يتماثلوا إلى الشفاء والحمد لله. الأسواق بدأت تستقر، وأنه لدينا من المواد الغذائية ما يكفي لفترة زمنية ليست قصيرة. أعربت عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن قلقها البالغ خشية تفشي فيروس كورونا داخل السجون، وطالبت بتوفير الوقاية الصحية اللازمة للأسرى. أحمد غانم والتفاصيل. حالة الخوف التي تسيطر على عائلة الجرجاوي خشية على حياة نجلها المصاب بالسرطان داخل سجون الاحتلال تضاعفت اليوم، ولا سيما في ظل قلقها من وصول فيروس كورونا إلى داخل السجون، ما سيهدد صحة نجلها المتدهورة منذ سنوات. قبل كنا بنطالب العلاج، بس حاليا بنطلب الافراج. قلقلين، احنا ما بننامش، يعني عن جد احنا هنا متخوفين في قطاع غزه. يعني هم عالم، هم ماخذين احتياطاتهم، هم مجهزين انفسهم، هم عاملين كل شيء. احنا عازلين اسرانا في غرف لا تصلح للكلاب، لا رطوبه لا شمس لا مي لا هواء لا فضاء، بيشوفوش اي حاجه. حتى المرض يتفشى في اي اسير يتفشى في جميع الاسرى. احنا بنطالب اليوم كل العالم وحقوق الانسان والصليب الاحمر والناس اللي عندهم الشهامه ولا ذاك انهم يطلعوا للمرضى هذول وللمسجين هذول.
مؤسسات شؤون الأسرى أعربت عن خشيتها من تفشي كورونا داخل سجون الاحتلال في ظل انعدام معايير السلامة الصحية والوقائية داخل تلك السجون، وهو ما سيمثل خطرا حقيقيا على صحة الأسرى. أغلب السجون الإسرائيلية من أيام عهد الانتداب البريطاني قبل عام 1948 لا يوجد بها تهوية، لا يوجد بها مواد تنظيف. دولة الاحتلال الإسرائيلي قامت بتعقيب جميع السجون الإسرائيلية التي يقطنها إسرائيليين جنائيين. في ذلك الوقت لن تقوم حتى هذه اللحظة برش السجون التي يقبع بها الأسرى الفلسطينيين، ولن تدخل إليهم مواد التنظيف حتى هذه اللحظة. لذلك نحن في حالة قلق على أسرانا، لا سمح الله إن دخل إليهم هذا المرض أو انتقل إليهم عبر السجان الإسرائيلي. ويعاني نحو 700 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال من أمراض مختلفة كالقلب والسرطان، وهم الأكثر عرضة بحسب مؤسسات شؤون الأسرى للإصابة بالكورونا. مؤسسات حقوقية طالبت منظمة الصحة العالمية بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات وقائية تضمن سلامة الأسرى والسجون من وصول العدوى في ظل تردي الأوضاع الصحية فيها. أحمد غنم غزة، الميادين. يمنيا، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية تصدت لتشكيل قتالي مكون من عدد من طائرات F-15 الحربية في سماء محافظة الجوف ظهر اليوم. سريع وفي تغريدة له على تويتر قال إن الطائرات لم تتمكن من القيام بأي أعمال عدائية، مشيرا إلى أن عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ فاطر واحد. توتر وتحركات عسكرية وتصعيد متبادل للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من جهة والسعودية من الجهة الأخرى، في وقت اتهم فيه المجلس السعودية بالانحياز إلى حزب الإصلاح وإلى التخطيط لتسليم مدينة عدن له، مؤكدا أن المدينة خط أحمر. أحمد عبد الرحمن. تصعيد سعودي مباشر وآخر إماراتي عبر قوات مدعومة منها في عدن جنوب اليمن بعد أيام من منع التحالف السعودي 3 قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بينهم مدير أمن عدن شلال شايع، من العودة إلى عدن، واتهام واضح من الانتقالي للسعودية، مع تحذير نائب رئيسه وتوعده لها بانتكاسات غير محمودة العواقب. توتر يأتي أيضا بعيد تحرك سعودي لاستبدال القوات الموالية للإمارات بقوات مدربة سعوديا، وبعد اتهامات ضمنية للأخيرة بالتخطيط لإسقاط المدينة وتسليمها لحزب الإصلاح. اتهامات في الإعلام قابلتها تحركات عسكرية متبادلة على الأرض واشتباكات ليلية متفرقة وانفلات أمني، مع استمرار مسلسل الاغتيال والقتل اليومي للمواطنين في العاصمة المؤقتة لحكومة هادي، على وقع تعزيزات عسكرية للانتقالي إلى عدن وأبين وأخرى سعودية إلى شقرى في أبين، ما ينذر بانفجار الوضع عسكريا وبإعلان رسمي متأخر عن موت اتفاق الرياض الذي ولد ميتا في مطلع شباط فبراير العام الماضي. وتفيد المعلومات باستمرار انتشار القوات المدعومة إماراتيا في محيط قصر المعاشيق الرئاسي في كريتر بعدن، ومحاصرة واحتجاز وزراء ومسؤولين حكوميين بداخله، مع تحريك الشارع للتظاهر والمطالبة بإقالة حكومة هادي، في خطوة عدها مراقبون استباقية من المجلس الانتقالي لمواجهة خطة سعودية لبسط سيطرتها على المدينة وسحب البساط من تحت قدمي المجلس وتجريده من قوته، ولا سيما بعد حديث الأخير وتأكيده رفض الشعب للخضوع والاستفزاز من الجهات المعادية على حد تعبيره، وإشارته إلى أن عدن خط أحمر. الصراع التدميري الإماراتي السعودي يبدو أوضح من أي وقت مضى، وما يجري في عدن ومحافظات يمنية أخرى يعكس حقيقة صراع النفوذ ومطامع السيطرة لتحالف الحرب. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
عرقلة أولى دوريات الجيشين الروسي والتركي المشتركة التي أفضى إليها اتفاق وقف إطلاق النار على يد المجموعات المسلحة التي تقف أنقرة عاجزة أمام ضبط تحركاتها على الطريق الدولي حلب اللاذقية المعروف بأنفور. هذا تقرير لحسن شرارة. لم ينجح الطرفان الروسي والتركي بتنفيذ الاتفاق فيما بينهما القاضي بتسيير دوريات مشتركة على طريق الأنفور الذي يربط بين اللاذقية وحلب، فبعض المجموعات المسلحة كان لها رأي آخر وأحبطت الجانبين الروسية والتركية في تسيير أولى دورياتهما على هذا الطريق. موسكو منحت أنقرة وقتا إضافيا لتحييد تلك الجماعات التي تواصل حشد قواتها خارقة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار، ما يضع أنقرة أمام تنفيذ الاتفاق وحدها ومواجهة هذه المجموعات لإعادة تأمين الطريق. أولا قاموا برمي بلدة ترمبي المحاذي للطريق بعشرات القذائف وصواريخ الميمدال، ثانيا أشعلوا الدواليب من اتجاه بلدة النيراب، ثم قاموا باستخدام أساليبهم الدنيئة والقذرة باستقدام المدنيين من منطقة إدلب وإشغال الطريق بالمظاهرات حجة أن المدنيين هم يريدون عدم فتح الطريق. المعلومات الواردة من إدلب تشير إلى أن زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني هو من يقف خلف هذه المجموعات، وأنه يريد خلط الأوراق عبر دفع الحزب الإسلامي التركستاني وحراس الدين إلى قطع طريق الأنفور، حيث تحدثت المعلومات عن دفعه مبالغ مالية لهم لعرقلة تسيير الدوريات المشتركة لتهدد هذه المجموعات المسلحة باستهداف العربات الروسية إلى جانب تفجيرها جسر محنبل، وبذلك تكون معظم مسافة الطريق التي تمتد على مدى 90 كيلومترا محفوفة بالمخاطر في الوقت الحالي أمام الدوريات الروسية التركية المشتركة. الجولاني يسعى من خلال هذه المجموعات المسلحة إلى جر الطرف التركي إلى الاعتراف بحضوره في إدلب وإلى التفاوض معه مجددا ليكون له دور في تطبيق اتفاق موسكو باعتباره فصيلا يسيطر على المنطقة وقادرا على ضبط كل الفصائل الأخرى مقابل إخراجه من المأزق مع الطرف الروسي. الحرب على سوريا تطوي عامها التاسع بعد حصيلة مدمرة على البشر والبنى التحتية، معظم الأراضي عادت إلى سيطرة الدولة وتطلع إلى خطوات كبيرة في إدلب وفي شرقي الفرات. محمد الخضر معه التفاصيل. بين آذار 2011 وآذار 2020 تسع سنوات بدلت وجه سوريا، حرب بدأت بتظاهرات واحتجاجات من درعا جنوبا لتتفجر بعد أسابيع قليلة حربا منظمة امتدت على معظم الجغرافيا السورية. هجمات منسقة أتت على المؤسسات والبنى التحتية وقطاعات الاقتصاد المختلفة، حرب أدت الدول الإقليم ولا سيما الخليجية منها وتركيا دورا محوريا في إشعالها تمويلا وتسليحا وتوجيها. استقلالية هذا الحراك منذ أساسه أصبحت الحقيقة مكشوفة تماما. هناك دول اعترفت كما وجدنا وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق القطري بالتمويل بمئات مليارات دولارات، ما يعادل عمليا أضعاف الميزانية السنوية للدولة السورية حتى ما قبل عام 2011، كلها أنفقت لتشكيل حركات إرهابية لمحاولة هز الاستقرار الداخلي لسوريا. تصدى الجيش السوري مدعوما بحلفائه لمعارك من نوع مختلف، أوقف تمددا مسلحا هدد العاصمة والطرق الرئيسية والمدن الكبرى. التحول النوعي بدأ مع الدخول الروسي إلى جانب المستشارين الإيرانيين وحضور المقاومة. جرى تحرير أحياء حلب الشرقية عام 2016 وفك الحصار عن دير الزور وتحرير البوكمال عام 2017 والغوطة الشرقية ثم درعا عام 2018. خاب حرب المدن، حرب الجبال، السهول، الصحراء، كل المناطق التي عمل عليها الجيش العربي السوري واستطاع أن يثبت جدارة ونوعية كبيرة جدا من خلال الإنجازات الكبيرة التي حققها. تلاشى الدور الخليجي بشدة مع تقهقر المسلحين مقابل بروز دور تركي ظهر مباشرة في السيطرة على مناطق واسعة غربي الفرات ثم عفرين وأخيرا على مساحات حدودية بين رأس العين وتل أبيض بحجة إبعاد الوحدات الكردية عن الحدود. حصيلة دامية دفعها السوريون خلال سنوات الحرب ولا يزالون
في العام العاشر من عمر الحرب يبدو الأمل أكبر مع تغييرات ميدانية كبيرة في حلب وإدلب، والتطلع بات نحو حل يعالج مشكلة منطقة شرقي الفرات ويعيدها إلى سيادة الدولة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. علقت بورصة وول ستريت التداول بعد تسجيل خسائر كبرى، فيما دفعت أزمة وباء كورونا إلى تغيير ليس فقط في سلوكيات الدول وأنماطها وعادات شعوبها، بل إنها دفعت الاقتصاد العالمي أيضا إلى الاصطدام بتطورات لم يعتدها سابقا. الزميل عبد الله ظاهر معه التفاصيل. شيء ما تغير في الاقتصاد العالمي في ظل انتشار وباء كورونا. لم يعد العالم كما هو منذ بداية هذا العام، وكذلك الاقتصادات العالمية فهي المحرك الأساسي والمتأثر الأكبر بمختلف التطورات والأحداث. تأثيرات فرضت تغيير خطط وأجندات وسلوكيات وأنماط ودراسات ورؤى، فالعالم الاقتصادي بات أمام وجه لم يألفه من قبل، وجه يتطلب برامج جديدة وسياسات مختلفة عن السابق. إنه زمن كورونا، فالعالم المنفتح اقتصاديا بات منغلقا على نفسه. عادت الحدود لتفصل الاتحاد الأوروبي وتدفع فنزويلا، أمريكا، كندا، البرازيل والباراغواي وغيرها إلى إغلاق حدودها مع جيرانها، ودولا أخرى كإيطاليا، فرنسا، لبنان، إيران والسعودية وسواها إلى إيقاف الرحلات الجوية وفرض العزلة على شعوبها. وباء فرض على الاتحاد الأوروبي وضع قيود حازمة على تصدير تجهيزات الحماية الطبية لضمان تموين بلدانه داخليا. باتت أوروبا بتصرفها هذا تؤكد أن مخاطر الوباء طويلة الأمد وتستلزم إجراءات أول بنودها الذات وحمايتها. أول التأثيرات أصاب النفط وأسعاره، فهبط سعر البرميل إلى حدود 30 دولارا للمرة الأولى منذ أعوام. البورصات العالمية شهدت بدورها خسائر لا تحصى، وفقدت الأسهم والمؤشرات أكثر من 70% من قيمتها. وفيما أعلنت المصارف المركزية العالمية التعبئة سعيا لطمأنة الأسواق وحملها على تخطي صدمة انتشار كورونا، وبهدف ضمان عدم نفاد السيولة في العالم، كشفت الصين عن أول تراجع لإنتاجها الصناعي في 30 عاما. أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة قطاعات الطيران والسفر مع شلل حركة الطيران وإغلاق الأجواء بين الدول، واقع اختصره الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، فتحدث عن خسائر قد تصل إلى 113 مليار دولار في عام كورونا وتأثيراته الاقتصادية. تذكير بالعناوين. السلطات الصينية تعلن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد كورونا وبدء الاختبارات السريرية عليه الشهر المقبل. واشنطن تهدد بتدابير إضافية للدفاع عن قواتها في العراق، ومصادر تؤكد للميادين توزيع الجيش الأمريكي لجنوده بين عين الأسد وقواعد أخرى. المحكمة العسكرية في لبنان تسقط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري المعروف باسم جزار الخيام. غانتس يتعهد تأليف حكومة شاملة ويطالب بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة. الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات التحالف في سماء الجوف، والمجلس الانتقالي يتهم السعودية بالانحياز لحزب الإصلاح في عدن. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة، في أمان الله ورعايته.